فاقر. إذن الآية لها سبب نزول، ما تعمم، ورسول الله يعلم الغيب لكن بإذن من الله جل وعلا، وهذا ما نعتقد به في أئمتنا سلام الله عليهم. الحسين سلام الله عليه كان مسددا من قبل السماء وكان ممدودا بالغيب من الوهلة الأولى، منذ الشرارة الأولى التي انطلق منها كان يخبر الناس انطلاقا من علمه بالغيب، يصعد على منبر مكة المكرمة حديثه كل إخبار بالغيب. الناس اجتمعوا يريدوا أن يسمعوا منه العبارات التي اعتادوا عليها، فقهيات الحاج، روحانيات الحاج، أخلاق وقيم ومثل، دروس ومعارف، لكن يتفاجأوا بأن الحسين قد بدأ خطبته بشيء غريب عجيب، بدأها بنعي نفسه وأنه سوف يقدم على موت، وحدد كيفية الموت وحدد المكان الذي سوف يقتل فيه. فتعجب الناس من كلام الحسين، يصعد المنبر، بسم الله الرحمن الرحيم، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق، يوسف إلى يعقوب، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلا، فيملان مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، لا محيص عن يوم، خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشاذ عن رسول الله لحمته وهي له في حظيرة القدس، تقر بها عينه وينجز بها وعده، ألا من كان باذلا فينا مهجة، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ونزل من على المنبر، أحاط به الناس من كل جانب، إلى أين يا أبا عبد الله، إلى أين يا أبا عبد الله، إلى أين يا ابن رسول الله، الناس يتوافدون إلى الحج حتى يحجوا بحجك وإنت تنعى نفسك، أنت تقول راح تمضي إلى أرض مصرعك ومقتلك بين النواويس وكربلاء. قال نعم، هذا ما كتب لي، ويحول حجه إلى عمر مفردة، ثم يأتي إلى بيت الله الحرام، يطوف حول البيت. أنا وإنت إذا رحنا إلى الطواف هناك ماذا نقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، نلبي التلبيات الأربع. الحسين لا لا، تلبياته مختلفة، الحسين لا، طريقة أخرى في التلبية، كأني به يطوف حول البيت وهو ينادي لبيك بنحري المنحور، لبيك لبيك بصدري المكسور، لبيك لبيك بحرق الخيام
عمي لبيك لبيك بسبي النساء لبيك لبيك بقتل أولادي ورجالي لبيك لبيك بولد الرضيع لبيك حتى انتهى من مراسيم ومناسك العمرة رجع إلى الدار أمر أولاده وإخوته ونساءه أن يتجهزوا للخروج من مكة. يقولون كان محمد بن الحنفية يصبغ الوضوء لصلاة المغرب فأخبروه بأن أخاك الحسين قد عزم على الخروج فصار يبكي محمد حتى سمع وقف دموعه في الطاش. انتهى من صلاته جاء إلى جهة دار الحسين ما وصل إلا والحسين يهيئ الراحلة للخروج من مكة. نادى أخي حسين أخي حسين إلى إهن أنت ماضي؟ قال إني ماض إلى العراق. قال أخي إني أشور عليك أن تبقى في مكة أو تذهب إلى مكان آخر اليمن أو أحد نواحي دور المسلمين لأنك تعلم ما صنع أهل العراق بأبيك وأخيك من قبل. قال أعدك النظر امضي إلى دارك يا محمد. رجع محمد إلى داره. لما صار وقت السحار وصل الخبر إلى محمد أن الحسين قد عزم على الخروج. رجع مرة ثانية وهو يتوكى على عصاه ما وصل إلا والضعين قد هيئت للمسير. أخي حسين نور عيني أبا عبد الله ألم تعدني النظر فيما قلت لك؟ قال نعم لكن هومت عيني فجاءني جدي رسول الله قال لي بني حسين أخرج إلى العراق فإنها أرض مصرعك كأني بك مزملا بدمائك يا ولدي إن أباك وأخاك وأمك مشتاقون إليك. العجل العجل يا حسين. عند ذلك ضمه إلى صدري هذا والبكاء والعويل يرتفع من طرفيهما. من محمد التفاتة. انت سمعت كيفية خروج زينب وشلون العباس اخذ زينب واركبها على هودجها. بس خذ هذا الموقف الاخير خذ هذا الموقف الاخير. يقولون كان محمد بن الحنفية ينظر الى القافلة من بدايتها الى نهايتها. حانت منه التفاتة إلى أن العلم الطويل الأعظم في بداية القافلة قد مسك به رجل ومسك باليد الأخرى زمام الناقة. راح إلى ذلك المكان حتى اقترب نظر وإذا بها ناقته مولاتنا زينب والذي يمسك بزمامها هو أبو الفضل العباس وقد مسك باليد الأخرى الراية أو العلم الأعظم. هذا العلم كان محمد بن الحنفية يحمله في المعارك مع أمير المؤمنين عزيز عليه. شوف اليوم في يد غير يده. التفت إلى عباس قال أخي أبا الفاضل إن هذه الراية كنت أحملها في الحروب مع أبينا علي أريد أن أحملها يا عباس أعطني إياها. قال له أبو الفاضل يا محمد لا أتمكن فإني موصى بها من قبل أخي الحسين ما أقدر أسلمك إياها وهي أمانة أسندت إلي لكن عطني العلام عنك أنا عنك أنا بشيله
عطني العلم عنك أنا بشيله، عباس يا ظنوة علي وسليل، عطني العلم عنك أنا بشيله، عباس يا ظنوة علي وسليل، عباس يا ظنوة علي وسليله، عطني العالم عنك أنا بشي، ما جيتني يوم الجمل في البصرة يا ما كتيب أدعيتها من كسرة، عباس لا تورث بقلبي حسرة، وعطني العالم عنك أنا بشي، عباس لا تورث بقلبي حسرة، وعطني العالم عنك أنا يا ابو الفاضل، عطني العالم والرايه باجاهد الفرسان والرمه، يا ابو الفاضل عطني العالم والرايه باجاهد الفرسان والرمه، قصد الشهادة بكربلاء وهي الغاية، وعطني العالم عنك أنا بأشي، وعطني العالم عنك أنا بأشي. ما شاف جواب من العباس، العباس مصر على حملها ومسكها لأنه موصى بها، وين راح؟ يتوجه إلى الحسين، نادى على أبي عبد الله، يا حسين ريض بالضاعة لو ساعة لا تروح وتخلي الخلق مرتاع، يا حسين ريض بالضاعة لو ساعة لا تروح وتخلي الخلق مرتع، خذوني وياكم جملة الفزاعة، وعطني العالم عنك أنا بشي، وحسينا وعند الفراق تناحبت ذيك الحمولة، هذا ينوح وذاك عبرته همو، الأطفال تبكي والحريم تحوم حوله، وزينب تنادي هل بكي والنوح ما يفي، وحسينا قلها يا زينب سفرتك تصعب عليا، أنا مرتاب قلبي من طفوف الغادر، بعد الخدر خافي يركبونك مطية، تروحين حسرة ميسرة للفاجر يزي، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم.